السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا بكم مرة تانية. معادنا النهاردة مع الدرس الثالث في الوحدة الثامنة، واللي عنوانها شكل ما قلنا We had fun، لقد استمتعنا. النهاردة في الدرس التالت بيكلمني عن احتفالين مهمين جدا. أول احتفال هو الاحتفال بعيد الفطر. عيد الفطر وده عيد خاص بالمسلمين، وكمان بيكلمني عن احتفال مهم جدا هو احتفال شم النسيم. شم النسيم وده برضو احتفال موجود عند المصريين، بيكلمني عنهم وبنحتفل بيهم ازاي، وده اللي هنشوفه النهاردة في الدرس الثالث ان شاء الله. تعالوا يلا نبتدي درسنا بنطق الكلمات شكل ما احنا متعودين، وشكل ما قلنا ان نطق الكلمات ده موجود في كتاب المعاصر. يلا بينا. طبعا اول كلمه حبايبي هي عيد الفطر. عيد الفطر، عيد الفطر يعني عيد الفطر. بعد كده مسلم فيستيفال، مسلم فيستيفال، مسلم فيستيفال. خلي بالكوا حبايبي ان الاس هنا زه ساوند، يعني نطقها زه نوت س. مسلم، مسلم فيستيفال، مسلم فيستيفال يعني احتفال اسلامي. عندنا سيلبريشن، 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 سيلبريشن يعني احتفال. عندنا كلمه فاست، فاست طبعا خدنا قبل كده فاست بمعنى سريع، لكن هنا فاست از ا فيرب يعني كفعل حبايبي معناها يصوم. عندنا كلمه كحك، كحك، كحك طبعا الكحك بتاعنا اللي احنا عارفينه. عندنا كلمه ماسك، ماسك طبعا اليو والاي هنا سايلنت حبايبي مش بنطقهم. ماسك، موسك حبايبي بمعنى مسجد. طبعا لو شفنا الاكسترا فوكابولري اول كلمه كلمه رمضان، رمضان، رمضان طبعا شهر رمضان. شم النسيم، شم النسيم، شم النسيم. شوال، شوال، شوال. بارك، 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 بارك. نوتس، 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 نوتس. مون، 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 مون. اسلاميك مانث، اسلاميك مانث، Islamic month، Islamic month. برضو هنا الاس ساوند زا زا. Islamic month، Islamic month. Coptic Easter، Coptic Easter، Coptic Easter. وCoptic Easter طبعا معناها عيد القيامة القبطي. Coptic Easter. Picnic، 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 Picnic حبيبي بمعنى نزهة خلوية. Bakery، 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 بيكري بمعنى مخبز. وعندنا بيكر اللي هو الخباز، تاني بيكر الخباز لكن بيكري بمعنى مخبز. sunset، sunset، sunset حبايبي اللي هو غروب الشمس. people، people، people حبايبي بمعنى ناس. تعال نشوف بقى regular verbs الافعال المنتظمه اللي معنا. اول كلمه كلمه happen، happen بمعنى يحدث، والماضي بتاعها happened، happened بمعنى حدث. call and cold، call cold، call cold. decorate، decorate، decorated، decorated. die، died، die، died، die، died. add، added، add، added، add، added. mean، meant، mean، meant، mean، meant. wear، wore، wear، wore، wear، wore. spend، spent، spend، spent، spend، spent، spend، spent. تعال نشوف اهم الاكسبريشنز والpropositions اللي موجوده معانا في الدرس. اول واحد طبعا عندنا كلمه during the day. كلمه during حبايبي بمعنى اثناء، وthe day بمعنى النهار او اليوم. during the day، during the day، during the day. in the month of، in the month of، in the month of بمعنى في شهر. عندنا it's time to، it's time to، واخدينها بمعنى حان وقت. it's time to، it's time to. in the first day of، in the first day of، in the first day of. until sunset، until sunset، until sunset، until sunset حتى غروب الشمس. think about، think about، think about. that's a good question، that's a good question، that's a good question بمعنى ده سؤال جيد. that's a good question، that's a good question. تعالوا نشوف حبايبي بقى المعلومات اللي مديها لنا عن عيد الفطر in Egypt، يعني عيد الفطر الموجود في مصر، وطبعا هو موجود في كل العالم الإسلامي عيد الفطر. طبعا عارفين معلومات عنه، لكن تعالوا نشوف المعلومات دي in English. أول حاجة بيقول لي عيد الفطر is a Muslim festival. أول حاجة بيقول لي إن عيد الفطر ده حبايبي Muslim festival يعني احتفال إسلامي، يعني عيد الفطر ده خاص بالمسلمين فقط. The month before Eid is called Ramadan.
The month before Eid يعني الشهر اللي قبل العيد حبايبي is called. كلمة is called هنا حبايبي بمعنى يدعى أو يسمى رمضان. يبقى رمضان هو اللي بيجي قبل عيد الفطر. تاني الشهر اللي قبل عيد الفطر هو شهر رمضان. In رمضان many Muslims fast during the day. يعني بقول في شهر رمضان طبعا كتير من المسلمين بيصوموا أثناء النهار. This means they don't eat or drink until sunset. This means يعني ده بيعني they don't يعني هم لا eat or drink يعني ولا بيأكلوا ولا بيشربوا until sunset يعني حتى غروب الشمس. يبقى ده بيشرح لي فيه معنى الصيام. معنى الصيام ان انا ولا اكل ولا اشرب لغايه من اول الفجر لغايه غروب الشمس. In the month of Ramadan يعني في شهر رمضان people think about the past year. People think about the past year. ناس بتفكر في السنة الماضية. They think about the things they did well. بيقعدوا يفكروا بقى في الأشياء اللي هم عملوها بشكل جيد. And the things they want to do better. And the things والأشياء they want to do better واللي عايزين يحسنوها أو يعملوها كويس. It's also time to help other people. وده وقت كمان بنساعد فيه الناس. It's also a time to help other people. يعني ده وقت بنساعد فيه الناس. تعال نشوف سؤال مهم جدا بقى وبقول لي when is عيد الفطر. When is عيد الفطر يعني امتى بيكون عيد الفطر. فبقول لي that's a very good question. That's a very good question يعني ده سؤال مهم جدا. It's different every year. يعني ميعاد عيد الفطر بيختلف من سنة لسنة. It happens in the first day of the 10th Islamic month called Shawwal. يعني بيحصل في اليوم الأول في الشهر العاشر في السنة الهجرية وده شهر شوال. يبقى لازم نعرف إن شهر شوال هو التنث مانث يعني الشهر العاشر. طيب العيد بيبقى فين؟ قال لي on the first day يعني في اليوم الأول. The month starts when people see the new moon. تاني the month starts يعني طبعا عارفين ان الشهور الهجرية كلها بتعتمد على البوزيشن يعني موضع القمر. طبعا لما بيشوفوا الهلال يبقى كده بيبدأ الشهر. طبعا الهلال حبايبي اسمه crescent. تاني كلمة هلال يعني crescent. وهنا طبعا بيقول لي the new moon. The new moon اللي هو القمر الجديد يعني قمر الشهر اللي جاي. فبالتالي الشهر بيبدأ برؤية الهلال. طب العيد امتى بقى؟ قال العيد في اول يوم في شهر شوال. اول يوم في شهر شوال وشهر شوال شكل ما قلنا حبايبي هو الشهر العاشر. تاني شهر شوال هو الشهر العاشر. بعد كده حبايبي بيقول لي lots of كحك. تاني lots of كحك يعني كتير بقى من الكحك. طبعا عارفين ان احنا في العيد بنعمل كحك وبنعمل بسكوت وبنعمل حاجات كده ونشتري سوداني ونشتري شوكولاتة عشان طبعا نقدر نعيب بيها. فبقول لي lots of كحك. كحك are delicious cookies. تاني كحك بيقول لي ان الكحك ده or delicious cookies بيقول لي وعبارة عن كحك بس عليه سكر ومتحلي. بيقول لي ان الكحك ده هو كحك لذيذ جدا. people eat كحك to celebrate يعني الناس بتاكل الكحك ده كاحتفال بالعيد. they have nuts sugar and honey in them. they have nuts sugar and honey in them. طبعا الكحك ده ساعات بيبقى عليه مكسرات وكمان بيبقى عليه سكر وكمان ممكن يكون فيه عسل. Many families make كحك but you can buy them from a bakery too. بقول ان كتير من الاسر بتعمل الكحك ده في البيت بس انت كمان ممكن تشتريه من المخبز. تاني انت ممكن تشتري الكحك ده من المخبز. بعد كده بيقول لي عيد مبارك. عيد مبارك الكلمة اللي احنا بنقولها للناس لما نقابلها في العيد عيد مبارك. تاني عيد مبارك. بص كده بقول لي ايه. Eid is a time of celebration and for being happy. طبعا العيد ده وقت للاحتفال ووقت انك تكون سعيد فيه. People say Eid Mubarak to their friends. يعني الناس لما تقابل اصدقاء بتقول لها عيد مبارك. People go to the mosque and spend time with their families. الناس بتروح المسجد وكمان بتقضي وقت مع أسرها. They eat delicious food and celebrate. وبيأكلوا طعام لذيذ وكمان بيحتفلوا. بيأكلوا طعام لذيذ وكمان بيحتفل. طبعا المفروض حبايبي ان انا بقرأ الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة وبعد كده ببدأ احل التوصيل اللي موجود عليه تحت في صفحة 88. في صفحة 89 حبايبي مديني شم النسيم. طبعا بشكل مداني عن عيد الفطر هيديني كمان عن شم النسيم. شم النسيم حبايبي عارفين ان هو مهرجان والمهرجان ده موجود في مصر فقط لا غير. شم النسيم. طيب تعالى نشوف كده بيقول لي ايه عن شم النسيم. بيقول لي we play in the park. في شم النسيم ده we play in the park بتلعب طبعا في الحديقة.
We dye eggs in different colors. بنبدأ نلون نصبغ نلون يعني البيض بألوان كتيرة ومختلفة. We have a big picnic at the gardens. We have a big picnic at the gardens. طبعا بنطلع في نزهات خلوية أكيد في الحدائق طبعا شكل ما احنا عارفين حبايبي هنا في مصر بنروح الحدائق وطبعا في الأرياف بنروح الغيطان. We eat salted fish and onions. We eat salted fish and onions. بناكل كمان حبايبي salted fish. قلنا salted fish اللي هو السمك المملح اللي هو السردين يا حبايبي والفسيخ اسمه salted fish and onions. وonions حبايبي اللي هو البصل. طبعا حبايبي لازم اعرف هنا ان شم النسيم احنا بنحتفل به في فصل الربيع, وفصل الربيع حبايبي اللي هو spring. يبقى تاني المطلوب مني هنا ان انا اعرف ايه الحاجات اللي احنا بنعملها ان شم النسيم. يلا اقرا موضوعك مرة واثنين وتلاتة وحاول تحل الاسئلة اللي عليها في كتاب المعاصر. لو في اي حاجة واقفة معاك شكل ما قلنا ابعت لي على مجموعة التليجرام اللي انا هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف, ولو في اي مشكلة نقدر نحلها مع بعض ان شاء الله. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد, واستنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله مع الدرس الرابع. والدرس الرابع شكل ما قلنا من الدروس المهمة جدا لأنه بيحتوي على grammar و phonetics وكمان بيحتوي على الconnection with mass. أشوفكم الحلقة الجاية. Goodbye. السلام عليكم.